تفضل دكتور. شكرا لك. ديالا خانم شو رح نعمل فيها؟ ما أنا مريض وبالتأكيد وضع العقلي سليم. حضرتك تركي ديالا خانم تطلع. طالعي يا رجاء. ماشي. نعم حبيبتي. الله يا دكتور، رومانسيتك دمعت لي عيوني والله. مرت أخي عميلي حبيبتي، لازم تعرفي إنه هذا الزلمة بيحبك كتير. اسمع، تركنا بحالنا دخيلك، تركنا بحالنا، شو بدك منا؟ ترجاك تركنا بحالنا. تركنا بحالنا. سمعت ويك دكتور؟ طبعا رح اتركها، نحن مو من هدول اللي بيستخدموا القوة، ونحن ناس مدنيين كتير والحمد لله عنا ضمير، وبالآخر أنا وياك رح نتفق. ها؟ مو هيك دكتور؟ مثلاً إذا أنت بتوقع عندك على أنها مجنونة وأنا بترك عيلتك بحالة وبروح للشغلة وحياتي، نخلص. تمام، بعمل اللي بدك إياه، بس اتركهم. عن جد شكراً لك. ولو؟ شكراً كتير لك يا أختي. عليك العافية، بتصير هيك أمور. وقفي وقفي، اتركني اتركني، فهموني شو الموضوع. اتركوها ديالا خانم، رح تحطوها مع المرضى الباقيين، رح تكون ضيفي عنا لفترة. لك انت شو عم تقول؟ اتركوني. وهذا التقرير بعتيه للمدعي العام فورا. حاضر. لا لا، هيك رح يفرجوا عن غريب الحقير، لا تعمل هيك دكتور، مشان الله اتركوني. بترجاك لا تخاف منهم، لا تخاف. اذا بتريدي اعطيها ابرة مهدئ بسرعة. لا لا تخدروني. لا.